تكون لا تغضب. فيما يخص النشاط الإعلامي الذي جاء تواصلا لمرحلة المراحل الحملة الإعلامية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعمال أجراء وكالة وهران، والتي ترمي إلى ضرورة تذكير أرباب العمل بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي، وتحديدا فيما يخص التصريح بالعمال خاصة الناشطين في القطاع غير الرسمي. إذن بلغة الأرقام، تحرص وكالة وهران على تشديد عمليات المراقبة التي جند لها أكثر من 36 مراقبا، وتأتي الإحصائيات التي هي بعنوان 2021 إلى غاية السدس الأول من سنة 2022 إلى ما يلي. عدد العمليات الخاصة بالمراقبة المنجزة قدرت ب 4856 عملية، المخالفات المسجلة قدرت ب 14603 مخالفة، في حين بلغ عدد أرباب العمل المنتسبين لدى الوكالة حوالي 22595 مستخدما، وهم موزعون كالتالي: القطاع الاقتصادي 494 رب عمل، وهذا فيما يخص القطاع الاقتصادي العمومي. القطاع الاقتصادي الخاص وهو القطاع الأكثر أهمية من حيث عدد الأرباب العمل الذين وصلت إعدادهم ل 21814 رب عمل، خاصة أن منهم هناك من يعني لا يقوم بتصريح العامل بالعامل. يعني هذه فرصة الحملة الإعلامية الخاصة بتذكير أرباب العمل بالتزاماتهم تحت شعار الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، حق مضمون، يعني هو حق مشروع ومكفول قانونيا، وعلى أرباب العمل التقرب إلى الوكالات من أجل استفادة من امتيازات الصندوق خاصة فيما يخص جدولة الديون. نأتي إلى محطة الشباك المتنقل، وهو أيضا نشاط تقوم بخلية الإصغاء بالتنسيق مع باقي المصالح، مصالح المديرية الفرعية للأداءات وكذا المديرية الفرعية للتحصيل ومنازعة التحصيل. هذا الشباك تم إنشاؤه منذ سنة 2020، وقمنا بحوالي 42 خرجة ميدانية إلى بلديات الولاية والمناطق النائية، وتحديدا منذ منتصف هذا الشهر تم تكثيف العملية من خلال التنسيق مع المراقبين المعتمدين، وهذا من أجل التقرب عن كتب من الناشطين في المجال غير الرسمي. كما تعرفون وهران قطب صناعي واقتصادي كبير، وفيه أيضا مواقع كبرى للنشاط غير الرسمي، حيث يتم القيام بها بالحملة على مستوى هذه المناطق، إضافة إلى تنظيم قافلات إعلامية من أجل التعريف بخدمات الصندوق والامتيازات الممنوحة فيما يخص لتيلي ديكلاراسيون، التصريح عن بعد، الخدمات الإلكترونية، يعني وكل ما يتعلق بالتسهيلات التي يقدمها الصندوق تجاه المؤمن لهم اجتماعيا وكذا الراغبين في التصريح بعمالهم.